هلا هلا كأردنيين اجينا من محبة واخلاص لوطننا الغالي والشعب الاردني بقيادة صاحب الجلالة الملك المعظم والامير حسين والملكة رانيا، حابين نقولهم اهلا وسهلا ويا 100,000 مرحبا بامريكا، واحنا اولادهم ومعاهم بالدم وبالروح. والهدف من اليوم وقفتنا ندعم الاردن معنويا، والشعب الاردني خصوصا يفهم انه امن الاردن من امن الشرق الاوسط، ورغم الضغوطات اللي تحصل على الاردن بناس مش عارفها، بس بضغوطات علينا الاردن لازم نصبر. هاي بلد مقدسات، بلد مشوا عليها الانبياء، ويعني ترابها ودمها وشعبها كنا شعب واحد، ما عندنا تفرقه مع اي ناس. واحنا اليوم بدنا نوصل رساله من ابناء الجاليه الاردنيه، معظم الموجودين هون محاميه ودكاتره وسياسيين، الحمد لله وصلنا لمراكز قويه في امريكا، وبنقدر نعبر للسياسيين انه يوقفوا مع قائدنا خصوصا الكونغرس ورئيس امريكا، وبنفتخر ان اردنيين امريكان نقدر نأثر على السياسيين لأنهم متدخلين فيهم، ووصلوا من الأردنيين للبيت الأبيض، ووصلوا لمراكز عالية جدا، وإن شاء الله دائما مع الأردن ونوقف معها ونخلي الأمريكا كلها والعالم كله يفهم إنه الأردن رمز السلام لكل الشرق الأوسط. وهدفنا اليوم إنه ما يصير أي ضعضعة بالأردن ولا يهز شعره من الأردن. اللي بدي إياه اليوم إنه نوقف مع الأردنية ومع شعبنا الأردن حتى يعم السلام ويدعموا ملكنا الغالي وشعبنا الأردن يطلع من الأزمة اللي هو بيها. بنحب كل الأردن وكل شعبها بجميع أطيافه. أردنيين بشكل خاص وعرب بشكل عام نعتز بموقف جلالة الملك والهاشميين منذ التاريخ في قضايا، في حل ومتابعة قضايا الأمة العربية وخصوصا القضية الفلسطينية. وجلالة الملك لا يألو جهدا ليلا نهارا في متابعة هذه القضية في المحافل العالمية والدولية وخصوصا في القيادة الأمريكية. ومع وجود قيادة أمريكية ورئيس أمريكي جديد، كان هم الملك يكون أول زعيم عربي يحضر إلى أمريكا ليناقش هذه القضية وقضايا أخرى، وليست القضية الفلسطينية، قضايا سوريا، العراق، لبنان، ليبيا. فيحمل الهم العربي، وهذا من 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 قناعتنا الراسخة في جهد جلالة الملك. احنا موجودين هون وراح نكون موجودين في أي مكان يتواجد في جلالة الملك. كل واحد له حرية يمثل نفسه، اللي بده يحكي يحكي في أمريكا، ويا ريت يصير عندنا في الدول العربية زي ما بصير في أمريكا. اللي بده يسحج يسحج للحكومات، اللي بده يعارض يعارض، اللي بده يحكي يحكي. عقبال عند العرب بمناسبة يوم عرفة، عقبال عند العرب ما نصير زي أمريكا، يصير الواحد يحكي رأيه بحرية، معارض معارض أي إشي.